مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم معانا ولقائنا اليومي المتجدد دائما مع زينه بطعم البيوت. فقراتنا دائما مختلفه ومتنوعه، ان شاء الله تنال اعجابكم ورضاكم. والنهارده الحقيقه فقراتنا جديده جدا ومختلفه ومتميزه، بنتمنى دائما ان هي تنال اعجابكم. في البدايه طبعا برحب بزميلتي دينا، اهلا بيكي يا دينا وحلقه جديده. اهلا بيكي يا حنان، اهلا بيكم مشاهدينا. هنكون معاكم النهارده على مدار ساعه ونص وبنتكلم في كل حاجه بتفكروا فيها، بنتكلم في كل حاجه ليها علاقه بالاسره المصريه. هيكون معاكي النهارده يا حنان، هتبتدي بايه النهارده؟ النهارده الحقيقه معانا فقره مهمه جدا يا دينا، بنتكلم فيها عن الصحه، والحقيقه زي ما دايما بنقول العوده الى الطبيعه. يمكن بنتكلم في مجال التغذيه، في مجال الصحه بشكل عام، بنحاول نبعد بقدر الامكان عن المواد الكيميائيه، وبنحاول نلجا دايما الى المواد الطبيعيه، بنحاول نبعد عن اي ماده من المواد الصناعيه. النهارده هنتكلم عن يمكن جانب مهم جدا او موضوع مختلف تماما، يمكن ما كانش يخطر على بالنا ابدا، ولكن للاسف بتدخل فيه مواد صناعيه، وايه هي مضره بالنسبه لنا. طبعا بالنسبه للسيدات، السيده دايما بتبحث عن التجميل. تخيلوا حضراتكم النهارده هنتكلم عن طلاء الاظافر او المانيكير زي ما بنقول كده بشكل عام. المانيكير طبعا كله مواد صناعيه، كله مواد كيميائيه، والنهارده هنعرف قد ايه هذه المواد الكيميائيه قد ايه مضره جدا لكل سيده او كل فتاه بتستعمل المانيكير بشكل مستمر، قد ايه ان الاظافر بتمتص هذه المواد الكيميائيه وبتاثر على صحتها بشكل سلبي وبشكل سيء جدا جدا، خصوصا احنا عارفين كتير جدا من البنات بيستعملوا طلاء الاظافر بشكل مستمر. عن طلاء الاظافر او المانيكير كده بشكل سريع هنتكلم عنه النهارده ونعرف اضراره. الحقيقه فقره مميزه جدا، وبالاخص كمان يا حنان انت عارفه اوقات بعض الامهات بيحطوا لاولادها مانيكير وهما صغيرين 3 4 سنين. هل كنت تتصوري ان حاجه زي كده بيحطوا مانيكير؟ اكيد لو في انواع مش مضمونه او مصادر مش مضمونه او بيتحط بكثره، اكيد طبعا بيأثر على الضوافر وممكن كمان يكون بيأثر على الجلد. احنا النهارده بقى معاكم في طعم البيوت بنتكلم الحقيقه عن موضوع مهم جدا، وهو الفعاليات المؤتمر اللي دلوقتي طبعا هو مازال شغال، وهو النسخه الثانيه من المؤتمر العالمي للسكان والصحه والتنميه البشريه، واللي هيقام تحت شعار التنميه البشريه، وهيقام المؤتمر تحت رعايه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حول اهم ما جاء في المؤتمر واهم التوصيات، وحول التنميه البشريه وتنميه المواطن المصري في كافه المجالات، سواء بقى في صحته وسواء كمان في شخصيته في مهاراته. فهيكون معانا فقره كامله في طعم البيوت بنتكلم فيها عن تفاصيل المؤتمر وعن التنميه البشريه للمواطن المصري. ده هيكون موضوع فقرتي الاولى في طعم البيوت. هيكون معاكي ايه تاني حنان؟ الحقيقه المؤتمر الدولي للسكان والتنميه البشريه ده مؤتمر رائع جدا جدا، مؤتمر كبير جدا جدا، مؤتمر فعلا يعني بيثبت ان مصر واجهت الكثير والكثير من التحديات وفي الفتره الماضيه، وقدرت ان هي تحقق الكثير والكثير من الانجازات، خصوصا في مجال الصحه، قدمت للمواطن المصري الكثير من الخدمات، حاولت ان هي ترتقي بمستوى الخدمات اللي بتقدم للمواطن المصري، خصوصا طبعا في مجال الصحه. معايا كمان فقره فنيه جميله جدا، يمكن مختلفه او جديده من نوعها شويه. دايما بنقول في فرق شويه بين الانسان العادي وبين الفنان. الفنان دايما بيتميز بالرقي في المشاعر، بالرقي في الاحاسيس، ودايما الفنان سواء مثلا مطرب او شاعر او مؤلف او ممثل ممكن يكون متميز في جانب معين من الجوانب الفنيه، لكن بالتاكيد هنلاقي عنده جوانب فنيه ثانيه متعدده. يعني هنلاقي مثلا الممثل بيقدر ان هو يغني، بيقدر يألف، بيقدر يكتب شعر، يعني عنده جوانب فنيه متعدده. النهارده الحقيقه ومن خلال لقائنا مع فنانه وكاتبه هي الحقيقه مبدعه، قدرت ان هي تعمل مزج بين انواع مختلفه من الفنون، بين الفن التشكيلي وبين الادب، بين الشعر وبين اللوحات الفنيه، بين الكتابه وبين القصص وبين الخيال، يعني قدرت ان هي تعمل مزج كده بين انواع مختلفه من الفنون، وده الجديد اللي هنعرفه النهارده، لان الفنان بنقول هو مواهب فنيه متعدده في فنان. فقرة فنية جميلة إن شاء الله تنال إعجاب. إن شاء الله تبقى الفقرة جميلة كده، وكل ما هو ليه علاقة بالفن بيبقى جميل كده وراقي. إحنا النهاردة بقى معانا يا حنان يعني فقرة كل اللي بيتفرج علينا الحقيقة هيكون مبسوط جدا منها، وإحنا النهاردة بنتكلم عن التخلص من المشاعر السلبية. الحقيقة ما فيش حد مننا بيعدي عليه يوم إلا لما بيعدي على مشاعر سلبية، على ضغوطات من الحياة، ضغوطات من المهام اللي إحنا بنقوم بيها يوميا، فإحنا إزاي إن إحنا أول بأول بقى نتخلص من المشاعر السلبية دي؟
ازاي ان احنا دايما كده يبقى عندنا صفاء ذهني، ازاي ان احنا يبقى عندنا راحه نفسيه. طبعا الموضوع بيكون صعب جدا، ولكن مع بعض النصايح مع بعض التدريبات اللي احنا ممكن نعملها ازاي نفصل دماغنا كده ونفصل مشاعرنا عن المشاعر السلبيه، ده هيكون موضوع فقرتي الثانيه في طعم البيوت. ولكن مشاهدينا دلوقتي هنروح لفاصل، وبعد الفاصل نلتقي في فقرات زينة المميزه مع زميلتي حنان. مشاهدينا بنرجع مرة تانية ونبدأ مع حضراتكم أولى فقراتنا، ونقدر نقول عليها إن هي يعني فقرة صحية تجميلية، لأنه الحقيقة دايما بنقول برضو التجميل والصحة وجهان لعملة واحدة، مش ممكن أبدا نبحث عن التجميل بشكل ظاهري ونهمل الجانب الصحي، مهم جدا الجانب التجميلي يكون مكمل لصحتنا. الحقيقة يمكن في الفترة الأخيرة ظهرت الكثير والكثير من الأمور التجميلية الحديثة أو الجديدة مختلفة اللي ممكن يكون ليها تأثير سلبي سيء جدا على صحتنا واحنا مش واخدين بالنا. ظهرت الكثير من الأضرار، ظهرت الكثير من الأعراض، وهذه الأعراض أو هذه الأضرار بتؤدي إلى أمراض، وفي أسباب كثيرة جدا بتكون موجودة. بدأوا العلماء وبدأوا الباحثين والدكاترة والأساتذة بدأوا يعني يبحثوا، وبدأوا الحقيقة يقدموا الكثير من الأبحاث العلمية يا ترى إيه سبب ظهور هذه الأضرار وهذه الأعراض، فبدأوا يصلوا إلى نتائج يمكن كانت غير متوقعة. من هذه النتائج أنه استخدام طلاء الأظافر بشكل مستمر بيؤدي لظهور أضرار وأعراض كثيرة جدا على الفتيات والسيدات، وهذه الأضرار بتؤدي إلى أمراض. الحقيقة يمكن البعض كان بيستهين بموضوع طلاء الأظافر ويتصور أنه يعني حاجة بسيطة، ده يعني مانيكير أو طلاء أظافر، لكن لا، النهاردة بنقول نخلي بالنا أنه حاجة مش بسيطة، حاجة ممكن تسبب أضرار يعني صعبة جدا على كل فتاة وكل سيدة. عموما عشان نتكلم عن هذا الموضوع بشكل علمي مبسط في هذا اللقاء، بتسعدنا وبتشرفنا الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية الحيوية. أهلا بحضرتك معنا يا دكتورة، شرفتينا وأسعدتينا. أنا كمان مبسوطة جدا جدا، ده من أحسن البرامج اللي أنا بتابعها. ده شيء يسعدنا يا دكتورة. دكتورة نهلة، يمكن زي ما حضرتك سمعتيني يعني طلاء الأظافر ده موضوع بعيد جدا، ما كناش نتصور أبدا إن هو ممكن يكون سبب في حدوث يعني أضرار أو أعراض تؤدي إلى أمراض. اسمح لنا كده نبدأ بشكل سريع علشان كل السيدات والفتيات اللي بيتابعونا يبقوا فاهمين معانا إيه أكثر الأضرار شيوعا من كثرة استخدام طلاء الأظافر، وبعدين هنتكلم عنه برضو بتفصيل أكتر. يعني هقول لحضرتك حاجة، هنقسمها لجزئين، جزء منها للي بيستعمل المانيكير ده ممكن يحصل له تحسس من المنتج نفسه، ولو طالما تحسس على اثر تراكمي ممكن يعمل التهاب، والالتهاب ممكن يكون مسرطن، لان هم اللي بيحصل ان هم بيحط للمنتج بتاعه حاجات تخليه يثبت احسن، يبقى شكله احسن، يقعد فتره كويسه، بيهمه ده اكتر ما يهمه اللي هو صحه بالظبط كده. يعني عشان كده في دعوه عالميه ان المكياج يبقى زيه زي سواء كان طلاء الاظافر سواء كان الروج سواء اي من انواع المكياج، في دعوه عالميه بتقول ان انا عايزه اكتب عليه المصطلحات بتاعته والحاجات المتكونه منه زيه زي الدواء عشان هو بيعمل الاضرار ديت. صحيح. لكن شركات المكياج بتقول لا، طب انا ما اقدرش اكتب الانجريدينت بتاعتي او المكونات بتاعت المنتج بتاعي عشان انا ده سر الصنعه. بدعوه كده بقى ممكن يحط فيها حاجات ما تعجبناش. يعني مثلا المانيكير ممكن يبقى فيه فورمالدهايد، ممكن يبقى فيه اسيتون، ممكن فيه حاجات كتير قوي كمان اكتر بيتضرر منها الناس اللي بتعمل لك مانيكير وباديكير في صالون عند الكوافير. استنشاق، لو ان هي حامل ممكن يحصل لها الجنين بتاعه، لو حامل في ذكر ممكن يحصل له لخبطه في الهرمونات بتاعته وتاثر عليه فيما بعد، على انجابه فيما بعد. بالظبط. في بعض المكياجات فيها كمان الاستروجين، الاستروجين ده هرمون اصلا موجود، وبالتالي فوجود الاستروجين دوت هما او مواد تحاكي هذا الاستروجين ممكن ده يعمل كانسر بريست عند بعض السيدات. سواء بالاستنشاق سواء بالكونتاكت بالملامسه، يعني ملامسته للجلد. كالناس اللي هي بتنشف المانيكير في الالترا فايولت ريز اللي هي حاجات اللي بدخل ايده في الجهاز دي ممكن برضو تعمل تحسس جامد. هم
في بعض الناس، وانا يعني انا اقول مفيش داعي ننشف يعني احنا دي حاجه دخيله علينا، الافضل ان احنا ننشف زي ما كنا بننشف زمان بشكل طبيعي يعني كده. بيقول لك ممكن تحطي السان سكرين او اللي هو السان سكرين اللي انت تحطيه اللي هو للشمس ده بلوك او سان بلوك بتحطيه عشان قبل ما تحطي تحت الالترا فايولت ريز ديت، بس انا افضل ما نستعملوش يعني طالما في حاجات دي بيت حصلت عليه فيفضل ما نستخدموش. تمام تمام. يعني هو بيسبب اضرار كتيره جدا تصل لا قدر الله للحساسيه او الاصابه بسرطان الجلد مثلا، سرطان الجلد وممكن سرطان الرئه نتيجه الاستنشاق المستمر للناس اللي بتشتغل في صالونات الكوافير. ممكن كمان بيأثر على وظائف الغده الدرقيه. تمام. معلش انا قصدت ابدا بالسؤال ده علشان بس برضو اللي بيتابعونا يبقوا عارفين ان احنا بنتكلم عن فعلا حاجه ليها اضرار قويه جدا على صحه الانسان. طيب اسمح لنا نتكلم بشكل علمي مبسط، ايه هي المواد تقريبا اللي بيتكون منها طلاء الاظافر او المانيكير؟ ما نقدرش نقول في المطلق بيتكون من ايه بالظبط، يعني هو في مواد كتير قوي ممكن تعمل كلها مواد كيميائية ضارة، ما هي كيميكالز يعني عشان نبقى عارفين وواثقين من بعض دي كلها كيميكالز. تمام. استخدام الكيميكالز على اللونج ران ممكن يعمل تحسس لبعض الناس اللي عندها جينات عندها يعني الجينات او مهيئه جينيا لانهم يحصل لهم تحسس. والتحسس لترقون يعمل التهاب، والالتهاب ممكن يعمل يكون مسرطن. تمام. فاحنا الحل في كده ان احنا على قد ما نقدر نقلل من الموضوع ده، على قد ما نقدر صالونات الكوافير او الكلام مكان بتاع المانيكير المفروض يبقى بتهوي عشان هي ما تبقاش بتستنشق، ما بتعملش اكتر من حد كذا مره. عايزه اقول لحضرتك كمان مش طلاء الاظافر بس اللي مشكله، اوقات تقليم الاظافر نفسها بالادوات ممكن يقلل لها فيروس سي مثلا عن طريق الادوات الملوثه. ايوه ممكن ان قص الجلد حوالين الضافر ممكن يعمل تاثير على اعصاب الجلد. فاحنا بنقول العمليه كتوتال سواء المانيكير سواء يعني عمليه طلاء الاظافر كلها. صحيح. احنا يعني كمان موضوع استخدام ادوات الاظافر ده وتقليم الاظافر ده دلوقتي اعتقد كل سيده بيبقى ليها الادوات الخاصه بيها. ايوه بالظبط. انا عايزه اقول لا انا عايزه اقول الكلمه دي معروفه متهيألي يا دكتوره من زمان، يعني كلنا كسيدات لما بنروح اي صالون تجميل كل سيده معاها الادوات الخاصه بيها، بالعكس وبنعقم كمان ادواتنا يعني حتى وان كانت خاصه بيا انا. صحيح. شخصيا بيعاد تعقيمها مره ثانيه مع كل استعمال برضو لا ربما ان هي تكون انتقلت اليها حاجه أو كده، فدي المفروض انها تبقى امر معروف يعني حتى بين الام وبنتها بين الاخت واختها لازم كل واحده يكون ليها الادوات الخاصه بيها، ده يعني دي قاعده او ثقافه لازم تكون عامه وموجوده بيننا كلنا متهيألي يا دكتور. طيب يعني جبتي يعني لان وصل. طيب في بعض السيدات بتقول طب احنا بنستعمل خامات نظيفه جدا جدا وماركات عاليه وماركات عالميه فبالتاكيد احنا مطمئنين ان هي كويسه، انا ما اقدرش استغنى عن موضوع طلاء الاظافر ده او المانيكير، راي حضرتك ايه؟ نستخدم في اضيق الحدود الممكنه ونستخدم الحاجات اللي ما بتعملهاش تحسس ومش عماله على بطال، اصل المشكله ان في ناس مثلا يعني ممكن تغيرها كذا يوم مش عارفه تعمل كذا مره في اليوم يعني فاهم قصدي؟ فانا الفكره ان احنا ما قلناش ما تستخدموهاش خالص بس استخدم في الحدود الممكنه، يعني انت مثلا رايحه مناسبه عند حضرتك مثلا شغل حضرتك عايز حاجه زي كده ونحاول نستخدم النوع الامن على قد ما نقدر، هي يعني على فكره مش بالماركه ومش بالبلد ويعني في ماركات غاليه جدا جدا ممكن تعمل تحسس. طب انا اعرف منين النوع الامن ده يا دكتوره؟ يعني ما هو حضرتك لسه بتقولي التركيب او مكون الماده مش مكتوب على العلبه او على الازازه، طب هعرف منين؟ بنجرب وفي فيها ويب سايت موجود مش عارفه اذا كان اقدر اقول اسمه ولا لا معلش هو مش بتاعي يعني بس هو بيشرح كل ماركه ليه المكونات بتاعتها والمكونات بتاعتها دي اضرارها ايه. دي عملوها الشركات اللي هم عايزين يعني سيفتي للميك اب، عايزين يخلوا المنتجات المكياج كلها سليمه وبيحاولوا يسعوا ان هم يخلوا المنتجات سليمه. فاحنا ممكن نتحرى بالطريقه ديت عن النوع اللي احنا بنستخدمه، لو مش قادرين نعمل كده انا لو حطيت اي نوع وعمل لي تحسس ما ابطله خالص حتى لو جايباه من اغلى بلد حتى لو جايباه من اغلى ماركه، يبقى معنى كده ان انا جلدي بيعمل له حساسيه. بس يعني خلي اختباري نفسي لو انا حتى مش هبص في الويب سايت دوت انا خلي اختباري على نفسي وعلى جلدي بس. تمام كده. تمام. طيب
بالنسبه لجميع الاعمار يا دكتوره، يعني مثلا احنا بنشوف في بنات صغيرين، حضرتك عارفه البنات بيبقوا لسه فاضيين شويه، فمثلا بيحبوا يستعملوا المانيكير كتير، فده بالنسبه لكل المراحل العمريه ولا بالنسبه لمرحله غير الثانيه؟ يعني لا، ده احنا طبعا لازم نشدد اكتر على الاطفال الصغيرين، على الصغيرين بالظبط كده. واللي عايزه اقول لك ان هو يعني هما لما بحثوا حكايه اضرار المانيكير رايوا ان او اضرار المكياج لقيوها اكتر حاجه ما بين سن 20 وسن 40 سنه. اللي هو السن اللي هي مفروض ان هي فتره انجابيه، اللي احنا قلنا ان ممكن يحصل لو انها حامل تستنشق المانيكير، لو حامل في ذكر بيحصل لخبطه في الهرمونز بتاعتها. لقوا ان الفئه العمريه من 20 ل 40 اللي هي فتره الانجاب دي اكتر عرضه للكلام ده كله. منظمة سرطان الثدي برضو اتوحدت مع الناس بتوع المكياج دولة، وبرضو عملت الأبحاث بتاعتها، لقيوا برضو أن المواد الموجودة اللي تحاكي الإستروجين ممكن تعمل سرطان في الثدي، عن طريق الاستنشاق، عن طريق الملامسة، يعني في حاجات كتير قوي، والأكتر الاستنشاق كمان مش الملامسة، يعني الجلد عشان يمتص أقل شوية من أن أنت بتاخدي الرئة تبلعيها عليكي. يبقى فعلا يعني البنات برضو بنقول نقلل، يعني حضرتك ما منعتيش، يعني ما نقدرش نمنعه بنسبة 100%، يعني لكن نقدر نقول للبنات حبايبنا الصغننين مش عشان احنا فاضيين، لا يعني نقول ايه مثلا مرة في الاسبوع كفاية قوي، لانه في بعض المكونات، يعني اسمحي لي اقول لحضرتك، المواد الكيميائية مثلا اللي هي الفورمالدهايد والتولوين، دي كلها مواد كيميائية بيتكون من والفوليت، دي كلها مواد ضاره جدا يا دكتوره، مش كده؟ بالظبط. لو حتى عن طريق الاستنشاق او عن طريق ملامسه الجلد. فهو في اللي هو اللي احنا قلنا عليه ده اللي هو بيتشال بسرعه، ممكن يعني الولاد وبعدين خلي بالك ان هو انت هو طفل معرض انه يحط ايده في بقه، ودي اوحش بقى كمان، يعني انت كده بتضيفي حاجه على الحاجه اكتر، تحط ايده في بقه وبتاكل بايديه. بتبقى مش عايز تغسل ايديها عشان ما تطلعش المانيكير، يعني عارفه كل دي حاجات مترتبه على المانيكير. هو على فكره المانيكير والروج والمستحضرات التجميل كل ده ينطبق عليه، بس اكثرهم ضررا المانيكير. وهو كمان احنا يعني هو بيبقى ليه الحقيقه ريحه قويه جدا كده، ريحه نفاذه، فيعني احنا لو ركزنا شويه في الريحه هنعرف ان هو فعلا كلها مواد كيميكلز. عارفين كمان ان هو ليه تاثير على الغده الدرقيه يا دكتوره، برافو عليك، عايزين نلقي الضوء على النقطه دي برضو، ممكن ياثر على الفانكشن بتاعت الغده الدرقيه. ايوه يعني ممكن ياثر عليها. وفي كمان انا عايزه اقول لحضرتك حاجه، بالنسبه للحاجات الملوثات اللي احنا بنستخدمها دي، بتعمل حاجه اسمها شوارد حره في الجسم، والشوارد الحره دي ممكن تعمل حاجه زي نوع من انواع تهيج لجهاز المناعي، يخلي الجهاز المناعي يعمل اجسام مضاده لحالتك الشخصيه. الايه؟ شواهد حره؟ شوارد حره. شوارد حره يعني بمعنى ايه؟ فري راديكال. يعني عباره عن ايه؟ يعني انا لما باخد الحاجه ماده كيميكالز تدخل الجسم، بيبقى فيها حاجه زي الكترونز زياده يهيج الخليه، او يخلي الخليه الخلايا المناعيه في حاله مش طبيعيه، تبتدي تهاجم مش بتهاجم الميكروب بس، بتبتدي تهاجم جسمنا، ممكن تهاجم الغده تهاجم الدرقيه نفسها، يعني تهاجم يعني هو المفروض ان احنا واحنا مولودين بيحصل ان في ميموري بتبقى عند الخلايا المناعيه لاجهزه الجسم بتاعتنا كلها، يعني الخلايا المناعيه ما تهاجمش الجسم خالص، لان هي عندها ميموري ان ده بتاعتك، دي صاحبتك، حبيبتك، انت بتحبها. لما ابتدي الخبطه بقى وادخل له حاجات ملوثات من الحاجات دي ومواد الحافظه والحاجات الغريبه اللي موجوده والرائحه اللي حضرتك قلتي عليها، انا بخلي كل الكلام ده كله، انا الجهاز المناعي بيبقى مش مستوعب، فيبتدي بقى يهاجم عمال على بطال. من ضمن المهاجمه ممكن تبقى الغده الدرقيه، من ضمن المهاجمه ممكن اي جزء في الجسم. يا حول الله يا ربي. لا يعني نحاول نخلي بالنا يا جماعه من فضلكم، لانه فعلا الامراض بدات تنتشر بشكل كبير جدا يا دكتوره. يمكن كان امبارح كان عندنا لقاء برضو عن سرطان الثدي وقد ايه منتشر لا قدر الله في مصر، طرق الوقايه منه، وفي المؤتمر الدولي للسكان مقام في هذه الفتره، والحقيقه بيجتمع فيه عدد كبير من العلماء ومن الاطباء، يعني فعلا العالم باكمله والدوله المصريه تحديدا لا تتاخر ابدا في على طول كل ما هو جديد عشان خدمة البشرية وخدمة الإنسان. فإحنا كمان لازم نساعد برضو يعني العلماء، ونحاول نتجنب بقدر الإمكان هذه المواد الكيميائية عشان نحافظ على أنفسنا. أنا عايزة أقول لحضرتك يعني من مواقع كلام حضرتك، حملة 100 مليون صحة اللي كانت فيها العربيات لفحص الثدي والسكرينينج تيست، أو اللي يعملوا الماموجرام والماموجرافي، دي حاجة يعني فوق الخيال، حاجة ممتازة جدا. صحيح. جدا. صحيح. ونفع لكل الستات. وأنا من هنا بقول لحضرتك بعد سن 35 لازم يتعمل الماموجرافي والماموجرافي،
الكلام عشان الناس تطمن، وخصوصا الناس اللي عندها تاريخ فاميلي هيستوري. اه بالظبط كده. صحيح. احنا بنشكر حضرتك جدا يا دكتور على هذا اللقاء، يعني زي ما قلنا التجميلي الصحي، ويا رب كلنا نحاول نلتزم كده بهذه النصائح البسيطه علشان باذن الله نعيش في صحه افضل باذن الله. شكرا لحضرتك. شكرا يا فندم، شرفتينا واسعدتينا. ميرسي يا فندم. مشاهدينا الكرام هنطلع فاصل، والفقره القادمه هي فقره فنيه ادبيه جميله، هنعرف ازاي الانسان الفنان بيبقى عنده مواهب فنيه كتيره جدا، ازاي يقدر يجمع بين اكتر من موهبه فنيه ويقدم عمل فني متكامل وجميل.